استر يا اللي بتستر. اه والله بتكلم بجد، الواحد الحاجات دي بيقلق حبتين. بس يقول لك دايما ايه بقى، الوقايه خير من العلاج، معروفه. طيب تم الاعلان رسميا عن ايه بقى، عن عن الاصابه بالمتحور الجديد بتاع كورونا. طب هل ده معناه ان احنا يعني خلاص؟ لا ولا خلاص ولا حاجه، القصه كلها في انه ده اعلان رسمي من الوزاره بتقول انه كده في حالتين، وانه يا جماعه احنا هناخد الاحتياطات بتاعتنا. اللي انا عايز اقوله لك انه انا اتذكر جيدا جدا في بدايه ظهور الكورونا، طلعت شويه ناس، ومش هقول لك كل الناس كانت وحشه يعني، لكن طلعت ناس قالت لك يا جماعة أوبا الكورونا بقى لما هتيجي مصر، مصر مش هتعرف توفر لقاحات، مصر مش هتعرف تعمل مش عارف إيه إلى آخره. وصلنا لمرحلة إنه مصر أصبح في عندها فوائد من اللقاحات، بل إنه إحنا كمان وقفنا جنب بعض من أشقائنا في الدول الإفريقية وبعتنا لهم لقاحات، بل إن إحنا وصلنا إلى يعني زي ما أقول لك كده، عارف بعثات طرق الأبواب، بقى في عندنا طرق للأبواب للمنازل نقول لهم يا جماعة لو سمحتوا اللقاح معانا تعالى نطعمك. بقى في عندنا أماكن للتطعيم في كل حتة، مول تلاقي في مكان للتطعيم، تنزل مترو الأنفاق هتلاقي مكان للتطعيم، عربيات بتلف عموم الجمهورية في مكان للتطعيم. طيب الجي إن 1 ده اللي هو المتحور الجديد، لازم يبقى في عندنا سبل بقى هنا للوقاية. معانا على التليفون دكتور احمد شاهين، وهو استاذ علم الفيروسات بكليه الطب بجامعه الزقازيق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، ازاي الصحه؟ كله تمام؟ مرحبا، اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. هنعمل ايه مع المتحور الجديد بتاع كورونا اللي هو جي ان 1؟ كيف نقي انفسنا من الاصابه؟ انا يمكن بس اتكلم كلمه سريعه عن ايه هو الفيروس وايه شكليات. اتفضل يا فندم. هو الحقيقه يمكن اي نوع من الفيروسات التنفسيه بما فيها كورونا ده امر طبيعي لما يحدث في متحور جديد، ولكن الهدف من هذا المتحور احنا نبص مخدرته في اصابه الانسان، مدى انتشاره، الاعراض، هل في اعراض خطيره، هل في مضاعفات تنفسيه لم تحدث من قبل، وخطرته على استجابته للعلاج والامصاب. وعموما القاعده العامه عشان برضه نكون مطمئنين جميعا ان كل المتحورات التي حدثت من فيروس كورونا وتحديدا اوميكرون نراها متحورات عاديه جدا وضعيفه، اعراض ضعيفه ومضاعفات قليله جدا، دخول الرعايه المركزه نادر، ولا توجد اي حالات وفيه. طبعا يمكن الاشاره لهذا الفيروس المتحور احنا بنقول ان هو فيروس عادي جدا، واعراض يمكن السعال والكحه والالتهاب الحلق والاحتقان والانف وغيره وغيره والصداع وفقدان حلق الشم، ولكن طبعا كل دي امور سهله وبسيطه جدا طبعا. ولكن في هناك بعض الامراض الحاليه زي الانفلونزا ونزله البرد، لازم هنفرق بين الاثنين، والتفرقه بين الثلاث حاجات دول بين المتحور الجديد والانفلونزا ونزله البرد. نزلت طبعا ده التحديد الدقيق جدا بيعتمد على تحليل اللي هو بيسموه البي سي ار، طبعا ده يعتبر التحديد الدقيق عشان افرق بينهم كلهم متشابهين في اعراضهم. بالنسبه للبرد طبعا ممكن الواحد الانسان يخرج ويشوف عمله، بالنسبه للانفلونزا طبعا بيكون في تكسير في العظم وصداع والاخر زي ما احنا قلنا الاعراض السابقه وسعال واحتقان، طبعا دي بتحتاج طبعا لازم سكون في البيت وعدم ملازمه الفراش يعني. ولكن الوقايه احنا بنقول الوقايه من كل هذه الحاجات، طبعا احنا بنقول الاشخاص الاكبر سنا هم الاكثر عرضه، وعلى خصوص الاطفال وكبار السن وناس عندهم مشاكل في المناعه. الوقايه محصوره، هنرجع زي ما الدرس القديم بتاعنا كنا بنقوله لكل الدنيا، اولا التطهير المستمر للايدي والاسطح، دايما يكون عندنا المطهر بتاعنا وبنطهر ايدينا باستمرار، وما نخشش البيت، احنا كنا سلمنا على الاف من الناس بره، طبعا مجرد ما نخش البيت لازم نغسل ايدينا على طول فورا بالميه والصابون، طبعا ده شيء مهم جدا. طبعا لبس الكمامه ما ننساهوش، انا شفت صوره
بسيادة الرئيس هو ومعاه بعض المسؤولين لابس الكمامة في الوقت الحالي، وده شيء طيب جدا. طبعا كويس. الأماكن المزدحمة نحاول بقدر الإمكان إن احنا يعني الازدحام بيكون عرضة للإصابة، إن بيكون في تكثيف لعدد الفيروسات. في حالة الإصابة يا ريت البقاء في المنزل، طبعا ده بيعتمد على حالة الإصابة التنفسية، لكن من الإصابة عامة بيكون من 5 لـ7 أيام. الالتزام بالفيديو ده مهم جدا، لا نعدي غيري ولا أتعدي منه بفيروس ثاني أو غير أو غير. ودي الحاجات دي كلها لازم احنا نخلي بالنا منها. يعني وفيروس احنا قلنا ما فيش فيه الحقيقة طبعا أي اللي اكتشفوه أنه لا يشكل تهديدا خطيرا للصحة العالمية. وعندنا في مصر الأمور الحمد لله صحيح، اكتشفنا حالتين، واحنا قلنا العبرة مش اكتشاف الفيروسات، العبرة من الحاجات اللي احنا قلناها من مخاطره بكذا وكذا، لكن عامة مخاطره المخاطر بتاعته تكاد تكون منخفضة، ونطمن جميعا إن شاء الله. يا رب ربنا يطمنك دايما يا دكتور. كل الشكر ليك دكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بكلية الطب جامعة الزقازيق. إذا يا جماعة لو سمحتوا ناخد بالنا، نلتزم بالكمامات، ناكل كويس، لأنه لازم الفراش إذا حصل أي أعراض ولا حاجة، نراجع الدكتور علشان خاطر ناخد الأدوية بالمظبوط. والله قلقانين لحسن تكون ده المتحور اللي هو JN1 ولا هو دور برد، يبقى هنعمل تحليل الـ PCR إلى آخره. لا داعي للإجتهاد.